افهمي بس يا ندى، انا نقول لك حاجه افهميني، خليني ندوي. اسمعي، يا تروحي للحوش يا تقعدي في حوش هلك للابد، مفهوم الكلام؟ يا مقطيف فندي حمزه، انا من اول ما خذيتك قلت لك انا ساكن في دار مع اهلي، ما كذبتش عليك. هنا من فضلك يا فندي دقيقه بس، كلمتي وحده ما نكررهاش. يا فندي حمزه، يا كابتن، بسم الله، شن جابك انت هنا؟ جاي نسأل الفيزا تاع 10 لك، صار فيها طلعت ما طلعتش، بكم بيوع فيها برا. شو ندري عليه انا؟ فيزا وندري عليه انا؟ خش اسأل جوا. اوكي اوكي، خليك مع ندى. نقول لك حاجة يا ندى، انت طالق. كررها لك، طالق. تريحتك. وسع بالك يا فندي. طب الليلة على هالوسطات اللي ما بنيتها مبكل، سبحان الله يا سيدي، سبحان الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وكونا بالدوة الزايدة يا جماعة، كان لك يا حاج شن فيه؟ أي وسطات؟ ما فيش وسطات يا حاج، أي وسطة؟ هو قاعدين في الطابور ومنظمين من الصبح، شو المشكلة شن فيه؟ وشيكات اللي حقيتن بعيني هذه، فهمت؟ وجرنك من جوا هذه، ما نش وسطات ولا كيف؟ تبايا يا حاج، هذين شيكات موظفين معانا، معاملات. موظفين معانا جو، هذين المعاملات نتاعهم، شو المشكلة يا حاج؟ ما فيش مشكلة يا حاج، وسع بالك بس. ما قلنا شيء يا أستاذ، ما قلنا شيء، لكن بستر شوي سبحان الله، استروها عاد، مش عيني عينك هكي. خلوك في النظام بالله عليك، خلوك في النظام وهذا أحسن واحد أنا في المصرف. الله الكريم الرحمن الرحيم، وأنت ناطس في كل مكان. يا ولد كأنك تتبع فيه من مصرف لمصرف أنت. إيش داير لك أنا؟ بعدين أهو النظام كأنك سيدي، أقعد في الطابور، خش في الطابور. تمام تمام. أوكي أوكي. عليك في حالك يا شايب، الله يسترك. ما تقول الشايب. شن جابك انا؟ سيبت لك الفرع غادي لحقتني؟ زحمه غادي، قالوا لي على قاعد هن يدقطوني انا، عرفت؟ مرحبتيني، تفضل شن فيك؟ قلت لك على الفيزا بتاع 10,000، شنو المطالبات تاعتها؟ مش شوري يا ايمن، عدي دورهم وين؟ مش شوري، مش شوري. خيك صغير على خدمنا ديما راي. لا اله الا الله. شهادة ميلاد مفصل. صورة من جواز السفر، وتجي تعبي هنا نموذج وحول من الطابور. بدي نقدروا نسحبوا حاجة هيك؟ تمشوري معاملات أنا يا رجل، أطلع من الطابور حول. باهي باهي، أوكي. أي تعال حاج، خذ مكاني، أوكي. زي كيف؟ العيل هذا ديما قاعد في المصرف، فاضي ومتعبنا معاه. ردي أنا الدوشة. كذا تبكي توقعت؟ هذه خرتها هنا الدوشة، قعدتي ماش تردي على تلفوناتي. أوه علاوي. اه مرحبا ايمن، شنو حالك؟ طيب، شخبارك؟ سلمك يبارك فيك. نعم. ها ايمن، شن فيه؟ ان شاء الله خير. لا خير. ساحب ما فيش راه.
أنا معاملات بس سحب لا. لا خير جو تمام الأمور طيبة. البيزا تاعي هنا طلعت. أهم حاجة الحمد تمام لله. تمام. وبعتها. بعتها. بعتها. فرحانه. والله. والمن بعتها الواحد تعرفه ولا شنو؟ والله واحد كي يروف إعلان على الفيس عرفت في مجموعاتك يعني قلت منزل إعلان عرفت ربحتها له بعتها له بعت ب500. باي من باي. غطاك أنك تعرف. لما تعطي الفيزا لشخص غريب ما تعرفش مرات تعرض نفسك للمساءلة القانونية في حالة استخدامها لشراء أغراض مشبوهة.